صباح الخير. اليوم غنديروا فيديو بالعربية بالمغربية، نشوف واش باقي عاقل شوية المغربية ولا لا. يلا سير. دابا غنبدا نوجدو الفصل الخريف، هادشي كامل هذا خصو نعمرو بالزفت، حيت ملي كيتشقو كيبقى يدخل فيهم الثلج كيتفارقو بزاف، كيبدا يهبط وكيتشق. درتو البارح بالماء بلا بريسيون كبيرة شوية، واليوم غنمشيو لهوم ديبو واللوز، كل شركة عندها شي بياسة باغي، وغنبدا نوجدو الفصل الشتاء والخريف. هادشي كامل خصو يتعمر، ماشي حرايفي ولكن بريكولور. تعلمنا هادشي من الصغر من عند الوالد، بحال كيقول لك يا با دو سوميتي، وهذا غادي نعمروه بالزبل وكاع الشجر، داكشي اللي كنقطعو خصو يتحيد. كيجي واحد كاميو كبير كيهزو. يلا خليكم معنا تفرجوا اليوم. وهذا هو سباور واش، تا هو البارح كل حاجه شويه سخون ورشيتو بالماء وتخاشي. هبد المويكينه هذه جاي، واليوم غنصبغوه ان شاء الله ونوجدوه باش ما تخلوش الماء. شي الكلب اللي مخصو بالجرع، الى جبتي جوج المعلميه كل واحد يحسب عليك ثمن القليله قليله. هذه واحد $1000 باش يصبغوا، والاخر ديال درايف واي تحسب عليك واحد $2000. هادشي باش نقول لك واحد تكون عنده شي حاجه شي صنعه في يديه، ماشي صنعه ولكن غير يكون كيعرف يخدم يديه مزيان. يلا نمشيو للهوم ديبو دابا. نديو على هذه نعمروها بالسيما وش داكشي اللي خاصنا. هذه كامله الكتريك كهربائيه، ممكن لا ليسونس لا حتى شي حاجه كتعمر في الدار. يا بسم الله. Should we go to Lowe's first or Home Depot? I don't care. هذا دخلت ديال لوز. هادشي من الصغار كنا كنديرو حنايا في الويكاند في السبت والحد. إلا ما كانت شي صياغة ولا شي صيف، حنا كنجيو نتعلمو شوية البريكول. الحرفة علمها أنا الوالد. جارديناج كلشي. يلا ندخلو نشوف. الدخلة دابا مع هالوين جاية، يجي لها الحفلة ديالها. كنقلب على R72 الدوزان المواكن، اي حاجة بغيتيها كاينة، صبانات، صباغة، ريدويات، بيبان. الوالد عندك مع هادشي ياك؟ تا الزرابي الا بغيتيهم، مرايات، طيات، الباركي تا هو خشب. المهم هاد الدوزان we're 72. لي بريكولور اللي عنده مع الخدمه ديال الدين، هاندي مان. حنا جايين على هادي. السطر باش نخلطو فيه السيمه،
ولا طحتش في لامبو شاليمو من بعد نخلصو ما كتهضر مع حتى شي واحد. $51 Come on. What are you doing here? You want me to pay? Yeah, go ahead and pay. Since it's your trip. يلا دابا خلصنا. دابا نمشيو للهوم ديبو باش نكملو المشتريات ديالنا اللي خاصنا باش نوجدوا الدار لفصل الشتاء. ميشيون الاولى اكومبلي. دابا ميشيون الثانيه. وهذا هوم ديبو. دابا وصلنا للهوم ديبو غادي نكملوا الليسته ديالنا. هذا منيش اونلاين فيه كلشي داكشي اللي بغيناه كاين هنايا. يوم السبت في امريكا والاسعار هذه كومبيتيشن المشاركه ديال الفلوس في الشركات متنافسين بعضياتهم. المهم ها الكروسه ديالنا كتعمر دابا نشوف حاجه تخرج تخرج دابا نقلبوا على خناشي ديال السيما and stuff to fix the cracks in the driveway. نمشيو للغيون 17 باش نقلبو على البوطة باش غادي نزفتو ندخل الدار. This is what we're looking for. الحساب هيا بالطاق شحال 19 دولار ديال الطاكس Please remove your card. Would you like an e-receipt? Thank you for shopping at the
دابا جات الخنشات السيمة غادي نخلط فيها الحجر الكاياس بخليط فاتي تزيد عليها الماء وخلط ثقيلة. نرجعوا الكريريسا وبلاصتها ونمشيو للدار ونبداو الاشغال ديالنا. دابا خصنا نجبدو هذاك هذا كي صوت الريح ميريكاني هذاك الليف بلور نقيو بها درايف واي اند الداك خصنا نوضو يسخن واحد شويه ودي مغارة العجائب دوزان تيقول لك الواحد ديما خص يكون عنده دوزان تكون عنده صنعة في يديه شي حاجة في يديه أهم حاجة في الحياة هي تكون كتعرف تستعمل يديك. دابا هذا بحال خيط ديال الزفت وغادي ندوز عليه بالعافيه غادي يذوب وغادي يعمر هاد الشقه هذه الا ما خدمتش اون كوش نعاودو نديرو كوش واحده اخرى. هادشي كامل دابا اكسبيريونس واحد كيتعلم ومنها الى جيتي المعلم ولا هادي غادي يضربك تنقص ويدير لك خدمه وحده. غندوزو نهار كامل حنا كنديرو هادشي شنو غادي نديرو. هذا هو الريزولطا اللي بغينا اللي بغيت انا سيدي ماشي اللي بغينا. غندوز على الكوش الاولى دابا غادي نعاودها بواحد الكوش الثانيه. دابا من بعد واحد 3 سوايع د الخدمة عمرنا هادي الفرق ما بين هاد الدارة هادي والدارة الثانية باش مابقاش يدخل الماء ولي كتجي معاه غادي ينشف ما غاديش يبقى يتقلع بوحدو ولا غادي يولي بحال اللون ديال دخل الكراج ديال هاد العقبة هادي. وهادشي كامل ملي كنا صغار كان الوالد تيقولنا يلا شي تعاونوني فاش الوالد يلا تعلم البنية يلا تعلم ميكانيك. يابا نخلطو السيمة بحالي من زمان. مهم درنا السطل ديالنا حنا كنخدمو غير بالسطل هنايا ف
في سيمون والماء والكاياس ونطوه. دابا مع نهار طويل غادي علينا شي 7:30 العشيه. دابا هادي لا بروميير كوش فرسكو بحال كيقولو في امريكان. دير هاد الطراس هادي دابا تصبغت ونعاودو نصبغوها باش ملي يطيح التلج ميبقاش انفيطرا في الخشب ويبقى يشقو. وهذا هو النهار كي كيدوز هنايا. مكاينش محسن من النهار بحال هكا ملي كتكون دير فيه حاجة ديالك.